بسم الله الرحمن الرحيم. ما هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، التحية تتجدد واللقاء يستمر على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق في هذه اللحظات الشوط 15 وهو حاملا لفئة الإبكار من مسافة 3 كيلو، من مسافة 4 كيلومترات في هذه الانطلاقات المميزة. نسير إلى المركز الأول ونتابع وإياكم صدارة هذا الشوط. هنا سحامة على المركز الأول، حسين بن جروان بن عابد يتقدم هنا مع سحامة على صدارة هذا الشوط، بينما على المركز الثانية القادمة غنايم مع محمد بن سعيد بن محمد المسافرياتي على المركز الثاني مع انطلاقة غنايم لهذا الشوط المنطلق. المركز الثالث انتقل واياكم الى منصورة لعبد الله بن عبيد بن عمير الكتبي على المركز الثالث، ورابع المراكز غلا خالد بن احمد بن علي بن محمد البلوشي على المركز الرابع وخامس المراكز. فالمركز الخامس هنا مشاهدينا الكرام اللي جلجلة نربيع بن علي بن أربيع العجمي يحتل المركز الخامس مع انطلاقة جلجلة في هذا الشوط. وسادس المراكز تتقدم هنا في هذه اللحظات اللي بلشة لطارش بن علي بن بخيت المسافري على المركز السادس لهذا الشوط. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة للأسماء المشاركة لهذا الشوط. ونختتم نداءنا الأول في هذا التحدي وبهذا المسار لهذا الشوط المنطلق والرائع، ولكن نعود وإياكم إلى الصدارة إلى المركز الأول في هذا الانطلاق الرائع في هذا التحدي المثير. هنا تتقدم سحامة على صدارة الشوط، سحامة هي المتصدرة، حسين بن جروان بن عابد يحتل المركز الأول هنا في صدارة الشوط مع داي سحامة في المركز الأول. ولكن غنايم قادمة، غنايم تحتل المركز الثاني بشعار محمد بن سعيد محمد المسافري مع المركز الثاني بهذا التحدي الجميل. وما هنا من الجانب الآخر مع المركز الثالث، هناك مشاهدين الكرام نتابع المركز الثالث القادمة هنا مشاهدين الكرام مع ثالث المراكز. هناك على المركز الثالث القادمة بهذه اللحظات جلجلة أربيع بن علي بن أربيع العجمي مع جلجلة على المركز الثالث ورابع المراكز. نتابع وإياكم غلا خالد بن أحمد بن علي بن محمد البلوشي والمركز الخامس. هنا تتحرك مشاهدينا الكرام لهذا الشوط في هذه الانطلاق القوية والتحدي الرائع، وصول من التماس محمد بن حمد بن طالب آلف هيده المرية يقترب هنا مع انطلاقة التماس في هذا الشوط وبهذه الانطلاقة الجميلة. ولكن نعود والعودة أحمد إلى الصدارة إلى المركز الأول، سحامة تسيطر على زمام الأمور في المركز الأول. حسين بن جروان بن عابد هناك يقود المشاركين مع سحامة مع البداية والصدارة لهذا الشوط المنطلق في المركز الأول. ولكن هنا على المركز الثاني هناك القادمة في هذه اللحظات غنايم محمد بن سعيد بن محمد المسافري مع المركز الثاني وثالث المراكز. تتقدم هنا اللي جلجلة أربيع بن علي بن أربيع العجمي مع المركز الثالث في هذا الشوط، والدخول بدأ في هذا التحدي هنا مشاهدينا الكرام القادمة هنا بهذا الانطلاق الجميل. صوغة سيف بن زايد بن سعيد الدرعي هنا يأتي مع اللحظات الأخيرة مع انطلاقة صوغة في هذا الانطلاق القوي، ولكن هنا ما تبقى إلا القليل عن خط النهاية والمنصة الرئيسية تقترب. مرحبة بالفايز
المركز الأول لهذا الشوط. بدأ التسلل هنا غير إلى المركز الأول، غيرت صوغة، صوغة تحتل الصدارة والبداية. سيف بن زايد بن سعيد الدرعي مع المركز الأول يقدم صوغة مع البداية والصدارة. انطلقت صوغة، غادرت صوغة مع البداية في هذا الشوط، ولكن هنا بدأ التنافس من قلقلة قلقلة على المركز الثاني. أربيع بن علي بن أربيع العجمي مع المركز الثاني وثالث المراكز القادمة. سعامة حسين بن جروان بن عابد، ولكن يا سلام نتابع السرعة، السرعة مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار الخطيرة، وغادرت هنا صوغة مع المركز الأول لتحقق الفوز. والسلالة الصوغانية تثبت وجودها في هذا الصباح هنا مع صوغة في المركز الأول بشعار سيف بن زايد بن سعيد الدرعي. هنا ينطلق مع اللحظات الأخيرة سلام الدرعي، سلام سلام صوغة، سلام والسلامات تتوجه إلى أهالي القوع. سلام على هذا الأداء الجميل، تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام إلى مالك صوغة سيف زايد بن سعيد الدرعي على انتزاعه بالمركز الأول مع لي صوغة من حققت ناموس هذا الشوط وبدون أي منافس. المركز الثاني كان القدوم مشاهدينا الكرام هنا في المركز. المركز الثاني كان الوصول من اللي هي الخوار العبيد بن محمد بن راشد آل علي. والمركز الثالث، المركز الثالث سحامة الحسين بن قروان بن عابد. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام اللي هي احترام لعبد الله بن عتيق بن شامس العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس غنايم لمحمد بن سعيد بن محمد المسافري. اذا التهنئة والناموس مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات الى من حقق ناموس هذا الشوط اللي هي صوغة لسيف بن زايد بن سعيد الدرعي على انتزاع بالمركز الاول في هذا التحدي. عودة الى التوقيت الزمني المتسجل تحت اقدام صوغة في هذا الانطلاق وبهذا التحدي. يتنافس الدرع والكاس، يتزحمن والروس بالروس، يتزحمن والروس بالروس. الهرع كزر التيمه وجاس، فيهم طرب له فرحة انفوس. ما بين جبار ومياس، وشاهين لي عالثي يدوس. يمرم مرين الهجن لا باس.